على الجانب الاجتماعي، يمكن أجندة الكابتن محمود الخطيب النهاردة كانت مليانة شوية، كان يوم دسم بالنسبة للكابتن محمود الخطيب اللي كان عنده أكتر من مناسبة، وعشان يفضل طبعا النادي الأهلي هو الوجهة المشرفة للكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل كبير. النهاردة من خلال كمان الدور المجتمعي الكبير اللي بيقوم به النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حضر كمان احتفال اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية. هذا الاحتفال كان طبعا بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل السلام. النهاردة الاحتفالية دي أقيمت النهاردة الظهر بمقر مركز شباب الجزيرة بحضور طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. الكابتن محمود الخطيب قال كلمة مهمة يعني من خلال الاحتفال ده، أكيد وجه الشكر لكل الحضور على رأسهم طبعا سيادة الوزير الشباب والرياضة، وأعرب عن سعادته بهذا الجمع للاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وقال ان احنا بنحتفل وكمان العالم يعني يصادف ان هذا اليوم كمان العالم كله كان بيحتفل يمكن من ايام قليله طبعا باحتفاليات اللي احنا شفناها، واحتفاليه رائعه بالنسبه لمصر كانت منقوله للعالم كله. النهارده العالم كمان تحت رعايه الامم المتحده. كابتن محمود الخطيب قال انه يوم سعيد جدا جدا، وهو سعيد شخصيا بهذا الاحتفال ده في الوقت زي ما بقول لحضراتكم ان وقت بيحتفل بيه العالم كله بتاريخ مصر. قال كمان ان الدولة المصرية بقيادة طبعا رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسير في اتجاه الريادة في شتى المجالات. احنا عارفين على مجال الرياضة احنا في ان شاء الله طفرة قوية جدا على مجال الرياضة وعلى مجال اكتشاف المواهب على الانشاءات على استضافة البطولات العالمية اللي يمكن مصر يمكن يعني بتتحدى فيها الصعاب بشكل كبير جدا جدا. كل دي نجاحات للدولة المصرية على المستوى على جميع المستويات بصراحة، ويكفينا كمان الفخر بهذا الحفل اللي شفناه والعالم كله بيحتفي بحضارتنا يا سهام من خلال اليومين اللي فاتوا. اكيد النهارده يمكن في الكلمه اللي القاها كابتن محمود الخطيب دايما لما بيتكلم بيكون في رسائل. النهارده كان بيتكلم عن دور الرياضه، كان بيتكلم عن دور الرياضه ودورها في حياه الشعوب الكبير في غرس القيم في الشباب، وازاي هي وسيله للسمو فوق التعصب وطريق للتسامح. كمان كابتن محمود كان بيتكلم النهارده بيقول ان الرياضه خلاص اصبحت يعني سبيل للحفاظ على ميثاق الرياضة والروح الرياضية، تفعيل دور الرياضة في حياة الأمم والشعوب. منسيش كابتن خطيب أصحاب الهمم أو أصحاب القدرات الخاصة اللي دايما بيصروا رغم كل الصعوبات إن هم يمارسوا الرياضة، وفي منهم اللي بيحقق ميداليات وبيسافر بره بيعمل إنجازات كبيرة. الحقيقة كابتن محمود برضو بيتكلم عن الإنسان الرياضي المثقف، رمز الرياضي المصري والأفريقي الكبير، اتكلم في حاجات كتيرة جدا. تعالوا نشوف دلوقتي كده ونسمع قال ايه ونرجع تاني في البيت الكبير. الحقيقة سعادتي بهذه الاحتفالية لها أكتر من سبب. بداية تجمعنا الحالي بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام، وما زال العالم كله يعيش لحظات الإعجاب والانبهار بمصر الحضارة، مصر التاريخ، وهي تسير جنبا إلى جنب مع مصر الحاضر، مصر البناء والتطوير بإرادة الله وعونه وبقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعزيمة تصميم شعبها وتطلعه إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أيضاً كرياضي سعيد جداً بالتقدير المستحق لقيمة الرياضة في حياة الشعوب، وسعيد بتخصيص يوم من خلال هيئة عريقة كهيئة الأمم المتحدة للاحتفال بالرياضة والتأكيد على دورها في نشر السلام بين الشعوب. وبدون تحيز الرياضة هي ركيزة من ركائز أساسية للنهوض بأي مجتمع، وعامل مهم لغرس القيم الأخلاقية بين الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء للأوطان. الاحتفال بيوم الرياضة عالميا يبث روح التنافس الشريف والروح الرياضية التي نرجوها ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل بين مختلف المواطنين في مختلف البلدان. الرياضة وسيلة للسمو فوق التعصب وكل المشاعر السلبية. الرياضة
طريق للتسامح وللتقارب حتى وإن اختلفت الألسنة وتعددت اللغات. الرياضة سبيلك للتواضع عند النصر، وسبيلك للإصرار على النهوض عند الهزيمة. الرياضة دعامة من دعائم بناء الإنسان، وأداة لصقل صفاته النبيلة. الرياضة درع واقي وحسن وحصين لصحته البدنية والنفسية على السواء. وبالقطع لا يسعنا أن نغفل دور الرياضة في الإسهام في اقتصاد الدول. الرياضة أصبحت صناعة لا يستهان بها، لها أدواتها ولها استثماراتها، ومن ثم فإسهامها في الاقتصاد شيء لا يمكن إغفاله. الحديث قد يطول ساعات وساعات عن أهمية الرياضة، ولذلك نقطتان أخيرتان. دعوتي لكل من له صلة بالرياضة، عليكم بالتكاتف وأداء رسالتكم التي هي مسؤولياتكم في المقام الأول. الرياضة رسالة سامية، حافظوا على ميثاقها وكونوا خيراً، كونوا خير ممثل لها على كافة الأصعدة. والنقطة الأخيرة، كامل احترامي وتقديري لأبنائنا من زوى الهمم الذين يضربون أروع الأمثلة في العزيمة والإصرار على ممارسة الرياضة رغم ما قد يلاقون من مشاق. الرياضة وسيلة ورسالة، ومن أعظم ما تحمله هذه الرسالة نشر الوئام والسلام بين الشعوب. ونختم بالسلام، اللهم منك السلام وإليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة بقى لكل الأندية وكل المنازل، إن يا جماعة اهتموا بالرياضة بالنسبة لأولادكم، بالنسبة للسلوك. السلوك الرياضي هو اللي بيخلق شاب رياضي حسن متميز، ما فيش انحراف، ما فيش إدمان. فأهم حاجة إن احنا علينا الاهتمام بالرياضة في منازلنا قبل الأندية. يعني إذا كان الناس مش قادرة يعني تنضم الأندية ولا حاجة، خلوا أولادهم يتعلموا الرياضة من خلال الأكاديميات اللي موجودة دلوقتي. أخد بالك، وفي يعني مراكز شباب كثيرة حقيقة على مستوى مصر، آلاف مراكز شباب ما حدش بيدفع فيها أي مبالغ ولا حاجة، فيش كلام. يعني ده هيبقى مهم أوي لأولادهم، وعبارة عن بصمة موجودة في تاريخ مصر إن هي عندنا رياضة، رياضة بمعنى الكلمة. أنا هبتدي منذ الأمم المتحدة قالت إن اليوم ده يوم عالمي للرياضة، وكنت الفوكال بوينت بيرسون في مصر أنا والدكتورة رانيا علواني والدكتورة ماجد الحلواني بنمثل جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت. النهاردة بنحتفل بهذا اليوم كل سنة، فالنهاردة لما يكون وزير الرياضة موجود معنا، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قمم رياضية كابتن محمود الخطيب ورئيس ونواد أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة، وعديد من مش عاوز أقول أسماء، إنما النهاردة بنقولنا للرياضة رحبنا بالناس، كرمنا بعض الرموز، انما شفنا بقى رياضه. شفنا المشروع القومي للناشئين في الاسكواش، المشروع القومي للناشئين في التايكوندو، موجودين في صرح رياضي رائع. يمكن استوديوهاتكم على الجانب الاخر بتصوروا من فوق برضه. احنا شايفين ان في طفره في مجال الرياضه، قناعه من القياده السياسيه، قناعه من الحكومه، بالاضافه لقناعه اولياء الامور. النهارده يوم عالمي للرياضه، يوم للتسامح للابطال، للمواهب الجديده اللي المفروض الدوله بترعاها. دي مشاريع طبعا بتتعمل في لعبه سكواش، كانت لعبه مقصوره على فئه معينه، دلوقتي اللعبه بتوجهات وزاره الرياضه في تحسيس ان هي تبقى متاحه للجميع. مجهود كبير جدا دكتور اشرف صبحي، مركز شباب الجزيره بيحتضن اول فيز الاولانيه، ومدينه الرياضيه بورسعيد بتحتضن الفيز الثانيه. عندنا اكثر من 430 لاعب ولاعيبه من 6 و7 و8 سنين، مواهب كبيره جدا ان شاء الله هيكملوا اجيال، يبقى بخط متوازي مع الاتحادي ان شاء الله باذن الله. في الفيوتشر تقدر تشوفي يعني ابطال عالميين طالعين من المشروع دوت، مساهمه جدا من الدوله على تكاليف الاسر المصريه، بندي فرصه كبيره 20% من المشروع من دور رعايه الايتام ومن اولاد ابطالنا شهداء الجيش والشرطه بيتمرنوا معانا. في طبعا اهتمام كبير جدا بالقطاع دوت، ان احنا ان شاء الله نطلع منهم ابطال ويكونوا رول موديل باذن الله عالمي باذن الله.